بنرحب بحضرتك. الله يخليك. طيب حضرتك بقى يا تعرفنا على ايفنت النهارده وشروط المشاركه فيه. بصي، هو ده في الاخر مركز، بمعنى مجموعه من المكاتب الاداريه مكونه من 5 مباني اللي هي زي ما انا شرحت في البرزنتيشن، بمساحه 25000 متر لخدمه قطاع التكنولوجيا في مصر. الهدف ان اي شاب عنده مشروع وفكره جديده يلاقي مكان فكرته تنمو فيه بشكل افضل، ويلاقي مكان يقدر يعني عارف حضرتك مثلا بتيجي تعملي مشروع بتبقى محتاجه ديزاينر ديفلوبر، دي فرصه في الجريك كامبس ان كل المكونات دي تتكون في مكان واحد. طيب حضرتك شروط المشاركه؟ مفيش شروط المشاركه. الميزه الجميله اللي في الجريك كامبس ان انا هقدر لاول مره في مصر يبقى عندي مساحات صغيره وكبيره، يعني عندي حاجات 40 متر دي ممكن يبقى ثمن ايجارها متقارب جدا لمساحات خارج الكامبس، فيعني باسعار منافسه قوي، بحيث ان شخص عنده شركه ناشئه بدل ما يتواجد بره في مكان خارجي لا يتواجد في مكان يخدم يديله بيئه افضل واصلح لخدمه افكار التكنولوجيا بتاعته. طيب حضرتك نوعيه، بس رد على سؤال المشاركه انه بالاضافه انه احنا بنتكلم مع بعض الشركات لرعايه مساحات تؤجر اسبوعيا او يوميا او كل فتره صغيره. حاجه في شركه اسمها ذا لايبرري، شركه المكتبه دي هتتولى ايجار مساحات، يعني مساحات صغيره مجانيه في بعض الاحيان لحد يجي مثلا مجرد يجرب افكاره. طيب حضرتك الايجار ده برده يعني مدته بتبقى يكون قد ايه؟ هل مثلا سنوي؟ هل لا، احنا مده الايجار يعني حسب رغبه المتعاقد على مده الايجار. احنا بنحرص على انه الشخص، طبعا في بعض الاخوه كانوا سالوا على حته نوعيه الناس، بيجوز انا بعمل مده قصيره في الاول على اساس ان احنا فرصه نتعرف على الشخص المؤجر ده وافكاره وتقدمه، لكن دي اخر راجعه للمؤجر طبعا. طيب حضرتك احنا في مشاريع صغيره جدا جدا متناهيه الصغر، هل بتلاقي مكان عند حضرتك ولا مثلا في مشروعات معينه هي اللي يعني انت عارفه فكره اي مشروع بتدي بشخص بيؤمن بالفكره وبعدين بيجمع حد حواليه، فانا عندي مكان لغايه شخص واحد لو عايز يجي وعنده فكره اعتقد انه هيبقى ليه مكان في الجريك كامبس. طيب حضرتك بقى مفيش متناهي من الصغر اكتر من كده بقى الا لو طيب نصيحه بقى حضرتك بتوجهها للشباب اللي دايما بيشتكي ان مفيش فرص عمل، مفيش الدوله ما بتوفرلوش فرص، نصيحه بقى من حضرتك. والله يعني انا بقى يجوز اكتذب من بعض تجارب الدول الثانيه بالذات في حته الموضوع الشباب ده، انه يجب ان احنا ناخد الامور بايدينا احنا بشكل جدي. ابتكر السوق بالذات المجال التكنولوجيا ده بقى سوق مفتوح وعالمي، المنافسه فيه مش مرتبطه بمكانك، يعني انا اعرف ناس كتير النهارده هنا في مصر تجارب ناجحه لناس بتشتغل من خلال الانترنت في تقديم خدمات التطوير والديفلوبمنت، والحقيقه ماهرين جدا يعني. فبدعو الشباب ان هم يبتدوا يخرجوا خارج الاطار التقليدي انه يدور على وظيفه والى ما اخره، انه يحاول يبتكر ان المجال ده ممكن يبقى مبشر جدا ومربح قوي. السؤال الاخير، هل بتوفر لهم يعني الدعم برضو النصيحه؟ الجريك كامبس هو توفير البيئه المناسبه للحاجات دي. الشخص هيجد انه لما يجي الجريك كامبس ويتواجد فيه هيجد فرصه انه يتعرف على ناس تقدر تساعده في تطوير افكاره.